من جانبها أكد سفير إيطاليا لدى ليبيا أن بلاده تعمل على مساعدة جميع الأطراف الليبية من أجل تحقيق الاستقرار المنشود. أثناء هذا الاجتماع تحدثنا حول الأزمة الحالية في ليبيا والآليات لتجاوز هذا الأزمة وكيف تحسين العلاقات بين إيطاليا وبين شرق البلاد وبين كل ليبيا كلها وكيف تحسين الاستقرار تعزيز الاستقرار والسلام في ليبيا وهذا هدف مشترك أعتقد ورسالتنا هي بأن إيطاليا مهتمة للسلام والاستقرار في ليبيا كلها بإكمالها.